أنا فخورة كوني امرأة مغربية، مشاني بواحد العدد ديال النساء المكافحات اللي حاضرين بقوة في المجال الإبداعي، ولكن خصوصا في العمل الجمعوي. كذلك فواحد العدد ديال اليوم الحمد لله المرأة المغربية صبحت عندها مسؤولية في إدارات. فكنتمنى أن المرأة المغربية بإذن الله تكون على خير وبخير، وتكون أميمتك بخير وتفرح بك وتفرح بوليداتها. فاتح ماي، بهذه المناسبة كنحي أولا كل عاملين، وخاصة من خلال هذا السيت ديال لالا، كل عاملات اللي كيخدموا وكيعطيو وكيخدموا بالصدق. وانا شخصيا لما كنكون خدام في افلام غادي تلقى بزاف ديال الناس اللي كنثق فيهم هما نساء. عندي مديره الانتاج امراه، مديره الكوستيم امراه، مديره المكياج امراه، عاد زيد عليك الممثلات. لماذا؟ لان اثق فيهم واثق في انهم ناس اللي كيخدموا بقلبهم. فانا شخصيا ما تلاقيتش امراه اللي كتشد الرشوه، وما تلاقيتش امراه اللي فريمون كتغش، الا لكان الله غالب كانوا ندر. ولكن الحاجه الأساسية هو أن المرأة كتخدم قلبها وكتستاهل، ماشي غير يوم، كتستاهل تحية كبيرة وحبنا وتقديرنا، لأنه ما نساوش للراجل كيخدم على الأسرة، المرأة كتخدم على الراجل وكتخدم على الأسرة ديالها واللي غتكون هي المستقبل. وفي غالب الأحيان كتكون المرأة كتخدم على برا وكتجي للدار وكتدير خدمة واحدة أخرى. فتحية للمرأة المغربية.